كلنا جالنا وقت في حياتنا وعينا، بس كلنا حسينا براحة ولو مبدئية لما عرفنا إيه اللي عندنا بالظبط. كل حد فينا وهو رايح عند الدكتور في سؤال واحد ومهم هو اللي بيدور في دماغه: أنا عندي إيه يا دكتور؟ إيه تشخيصك لحالتي؟ التشخيص هو كل حاجة وأهم حاجة عشان نوصل لأعلى نسبة في الشفاء. مش بس كده، التشخيص ساعات لما بيكون دقيق ومبكر ممكن الأعراض اللي عند المريض دي تنتهي كأنها ما كانتش موجودة أصلاً. بغض النظر عن المرض أو المشكلة، خلينا نتفق إن التشخيص الدقيق والمبكر هو أول خطوة في رحلة العلاج. مش بس كده، ساعات الأعراض اللي عند المريض بتكون صعبة جداً وصعب تشخيصها، ده لأنها عامة وملهاش علاقة بمرض واحد. التشخيص هو كل حاجة وأهم حاجة. في 2015 الـ National Academies of Science, Engineering and Medicine طلعت ريبورت بيقول إن معظم الأشخاص بيمروا بتشخيص واحد غلط على الأقل مرة في حياتهم. من الآخر، التشخيص بيدي فرصة للمريض إن هو يحارب، إن هو يخف، إن هو يعيش. من أصعب الأمراض اللي بيكون فيها التشخيص متأخر وضعيف هو مرض السرطان، وده ممكن بيكون سببه من المريض نفسه أو الدكتور أو المنظومة العلاجية بشكل عام. على سبيل المثال، ضعف السكرينينج بروجرامز. من أكتر الأمراض المنتشرة هنا في مصر فيروس سي. مصر خدت أول دولة في العالم فيها الإصابة بفيروس سي، ومن أكتر الأمراض من مسببات فيروس سي أو فيروس سي بيؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد. عشان كده قررت أنا وفريق البحث اللي معايا إن إحنا نشتغل على سرطان الكبد المسبب من فيروس سي. لحد دلوقتي في كذا طريقة لتشخيص سرطان الكبد. أولها إن إحنا نشوف التيومر ماركرز من الدم أو دلائل الأورام، وكمان في السكانز العادية زي السي تي سكان، الـMRI والألتراساوند. ومن أهم طرق تشخيص سرطان الكبد هي الليفر بايوبسي. فكرة الليفر بايوبسي عبارة عن إن الجراح بياخد جزء صغير جداً من الورم أو كمان عدة خلايا صغيرة، وبعد كده خبير بيفحصها تحت الميكروسكوب بحيث ان هو يقدر يحدد الخلايا دي سرطانيه ولا مش سرطانيه. كل طرق التشخيص دي ممكن تبان ان هي كويسه جدا ودقيقه، ولكن في الحقيقه هي مش بالدقه اللي الناس بتتخيلها. على سبيل المثال، التيومر ماركرز ممكن تكون نسبتها عاليه في الدم بسبب اصابه الكبد باي مرض تاني اصلا غير السرطان. وكمان أهم حاجة، على قد ما هو تشخيص دقيق فعلاً في أحيان كتيرة جداً الليفر بايوبسي، بس زيه زي حاجات كتير له أكتر من عيب أو جانب سلبي. أولاً بيبقى محتاج خبير، بيبقى محتاج جراح على مهارة عالية جداً عشان يقدر ياخد جزء من المرض من الورم، ده حاجة. حاجة كمان، تجربة مؤلمة جداً لمريض اوريدي بيعاني من كانسر. وحاجة تالتة، بتبقى تجربة مجازفة جداً لأن ده ممكن ينشر السرطان في أماكن تانية غير الكبد. ده غير كده كمان، إحنا لازم بنستنى إن يبقى في ورم أصلاً ناخد منه حتة. معناها إن المريض استنى مرحلة متأخرة جداً من المرض، ممكن بعدها يكون نسبة الشفاء ضعيفة جداً. طب إيه الحل؟ قعدت أفكر أنا وفريق البحث اللي معايا إزاي ممكن نطور طريقة تشخيص لسرطان الكبد دقيقة ومبكرة. إزاي إن إحنا نبدأ خطوة إن إحنا نطور الـ early diagnosis for liver cancer أو التشخيص المبكر لسرطان الكبد. إزاي إن إحنا نقدر ننتقل من العصر الحجري إن إحنا لازم ناخد جزء من الورم اللي عند المريض، وإن إحنا نطور طريقة تشخيص بس بعينة الدم. طيب لو عينة الدم، ليه ما نستخدمش التكنيك البسيط بتاع تحليل السكر؟ أي حد فينا لو عايز يحلل السكر ببساطة بيتسحب منه عينة دم، وبنشوف نسبة البلاد جلوكوز في الدم،
وبنقارنها وفقا لستاندردز عالميه. طيب زي اي تحليل بيدور على حاجه معينه، التحليل بتاعنا بيدور على المايكرو ار ان ايز. المايكرو ار ان اي دي اتسمت بالميركل موليكيول. المايكرو ار ان اي بالظبط عباره عن جزيئات صغيره جدا من النون كودنج ار ان اي، اللي من كام سنه فاتت بس الناس كانت فاكرينها والعلماء فاكرينها ان هي جونك جيناتيك ماتيريال، حاجه من الاخر ملهاش اي لازمه. طلع ان حاجه ليها كل لازمه. المايكرو ار ان اي موجوده جوه كل خليه في جسمنا، موجوده في الدوره الدمويه وفي البادي فلويدز بشكل عام. المايكرو ار ان اي الشيء الصغير ده اللي كنا فاكرين ان هو ملوش اي لازمه، المايكرو ار ان اي ده اللي من الاخر بيقول انهي جين عندنا يبقى اون وانهي جين يبقى اوف، انهي جين يبقى اكسبرست وانهي جين يبقى مش اكسبرست. بالتالي المايكرو ار ان ايز دي ليها قدره رهيبه في اجهزه جسمنا. ابحاث كتيره بينت ان المايكرو ار ان ايز نسبتها بتتغير في امراض كتيره مقارنه بالاشخاص اللي ما عندهاش المرض. ولاحظنا في بحثنا ان نسبه المايكرو ار ان ايز المرتبطه بالكبد نسبتها بتتغير في الاشخاص اللي عندها سرطان الكبد مقارنه بالاشخاص اللي ما عندهمش المرض. وده اللي خلاني انا وفريق البحث ان احنا نفكر طيب ليه ما نستخدمهاش كوسيله للتحليل المبكر والدقيق لسرطان الكبد. اللي بيخليهم كانديديت كويس جدا ان احنا نستخدمهم كتيومر ماركرز او دلائل اورام هو اولا استقرارهم في الدوره الدمويه بشكل ملحوظ، ثانيا سهوله الكشف عنهم في المعمل، فبالتالي احنا مش محتاجين لخبير ولا حد على مهاره عاليه جدا، ثالثا وسيله خاليه من الالم للمريض. انت بتاخد عينه دم بس، المريض مش هيمر بعمليه ولا جراحه عشان يتاخد منه حته من الورم. نسبه المايكرو ار ان ايز اللي ليها علاقه بسرطان الكبد بتتغير بدري قوي، كمان ساعات قبل اصابه المريض بالسرطان. اول ما الكبد بيحصل له اصابه باي مرض زي في حالتنا فيروس سي، بتبتدي نسبه المايكرو ار ان ايز المرتبطه بالكبد تتغير. وبالتالي هو ده المفتاح اللي احنا بنحاول نستخدمه عشان نشخص سرطان الكبد. لو قدرنا ان احنا نعرف ان نسبه المايكرو ار ان اي ابتدت تتغير، فده بالنسبه لنا زي ما بنقول ريد فلاج، في حاجه غلط بتحصل، ممكن المريض يتلحق قبل ما يوصل ان هو يبقى عنده سرطان كبد. وبالتالي طريقه التشخيص اللي احنا بنحاول نطورها احسن بكتير وادق بكتير من الطرق اللي موجوده حاليا، وامن بكتير كمان للمريض. المايكرو ار ان ايز لو قدرنا نستخدمها ان احنا نحلل للسرطان مبكرا، ده هتبقى اول خطوه في الحلم بتاع البين فري دايجنوستكس او التشخيص الخالي من الالم. البحث بتاعنا ركز على 7 مايكرو ار ان ايز عاده بيبقوا مرتبطين بالكبد وموجودين في الكبد وبيتغيروا وقت سرطان الكبد. من اداء والبحث بتاعنا النتائج المبدئيه بينت بتاعت بحثنا ان مايكرو ار ان اي 122 من ادق المايكرو ار ان ايز لسرطان الكبد، او اللي احنا بنسميه ساينتفكلي الهيباتوسيلولار كارسينوما. وبناء عليه مايكرو ار ان اي 122 احنا ان شاء الله ممكن نستخدمه في المستقبل عشان نشخص عشان نشخص بدقه وبدري سرطان الكبد. لو قدرنا ان احنا نستخدم المايكرو ار ان ايز دي كوسيله للتشخيص لسرطان الكبد، هتبقى احسن من ادق الوسائل اللي ممكن نستخدمها للتشخيص، امن واقل مجازفه للمريض وفيها دقه. بعد كده ممكن ان احنا نقدر نطبقها مش بس سرطان الكبد، في جميع انواع السرطان، ومش بس كده، ممكن في المستقبل ان شاء الله في جميع انواع الامراض. لو كل حد فينا خد 30 ثانية بس وفكر، هيدرك إن السرطان دخل حياته من بعيد أو من قريب بشكل أو بآخر. عينة دم واحدة بس هتبقى هي الأمل إن مريض يحارب في حقه للحياة، إن عيلة ما تمرش بفقدان عزيز أو غالي عليها. شكراً.